السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم. اليوم في فيديو جديد اللي غادي نشوفه من خلاله كيفاش تريكل الكاربيراتور ديالك باش ما تاكلكش ليسانس وتمشي معاك مزيان وان شاء الله ما تلقاش مشاكل مع البوجي. وداك الشيء كما كتشوفوا هذه كاربيراتور 19، كما كتشوفوا هذا هو الفيس ديال لارانتي وهذا هو الفيس ديال لير، هذا اللي كيكون ديما داخل في اي كاربيراتور. كما كتشوفوا هذا كيكون ديال البرد وهذا ديال لارانتي ديال ليسانس. اول حاجه غادي تجي لهذا الفيس، هذا غادي تسدو كما كتشوفوا، غتحط عليه الطورنوفيس وتسدو حتى يحبس. صافي دابا هذا سديناه. كي غادي دير غادي تجي غادي تحط الطورنوفيس ديالك وغتجيب دوره كامله، يعني هاد النقشه هادي اللي عندنا هنا ديال الطورنوفيس غتجيب دوره كامله وتعاود ترجع لبلاصتها، يعني بحال هكا. ها كيف كتشوفوا الدراري بحال ما هكا. دابا هو جاب دوره كامله لهنا، اذا راه مريقل دابا كما كتشوفوا، يعني في حدود الدوره. بالنسبه اللي عنده ماكينه 125 او لا 110 يقدر يدير دوره وربع حتى لدوره ونص، المهم دوره وربع دوره ونص، يعني غادي يجي لهنا وقف هنا غادي يزيد نص دوره، يعني غادي يوقف هنا. هذه يعني بالنسبه الماكينه 110 او لا 125 اللي عجبك. المهم الماكينه 50 غدير هذا الريكلاج هذا ونسى ليسانس. كما كتشوفوا غادي نحاولوا نديماريو الموتور، غادي نحاولوا نزيدوا في لارانتي كما شفتوا راه سكت، يعني في هذا الفيس هذا الثاني هذا ما نقيسوش. صافي غنبقاو ندورو فيه بشويه كما كتشوفوا هانتوما، سمعوا الصوت دابا الا زيرتو بزاف غادي تزاد الصوت كما كتسمعوا. غنحاولوا ندوروه حتى ينقص الصوت معانا تنسمعوا الصوت زوين، تيتستابيليزا الموتور. دابا راه مزيان كما كتشوفوا، هذا هو الريكلاج ديالنا، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.